تمام كده. يبقى انا عندي ممكن برضو من السبوتس اللي هي ممكن تيجي على الايه المانديبل، لو جه علم لي على اللينجولا هقول له سفينو، وركز قوي، سفينو مانديبولار ليجامنت. لو جه علم لك على الايه الانجل من ورا تقول لي ستايلو، ستايلو مانديبولار ليجامنت. طيب ممكن ده من جوه، يعني ده المانديبول من جوه، ممكن يجي من بره ماشي ويعلم لي هنا على المنطقه بتاعت الهيد، او ممكن نقول النك بقى احسن، النك بتاعت الايه المانديبول، فساعتها تقول له اللاترال ليجمنت، اللاترال ليجمنت. بص هي المانديبول عامه هنا الجزء اللي قدامي ده اسمه كورونايد بروسيس، لو جينا ورا هنا الجزء اللي فوق اللي هو مغطى بالكبسول ده الهيد، تحتيه شويه ده النك ماشي. فالنك لو جه علمني على النك من بره هقول له الايه اللاترال ليجمنت. تعالى كده نراجع السبوتس كلها. لو جه هنا حط على اللينجولا هقول له السفينو مانديبولار ليجمنت. طب لو جه هنا ورا عند الجزء الخلفي من الانجل هنا او هنا هقول له الستايلو مانديبولار ليجمنت. طب لو افترضنا ان الجزء ده اسمه الهيد والجزء ده اسمه النك، وجيت كده عند اللاترال سيرفيس، شوف الكلمه عند اللاترال سيرفيس بتاع لي النك، هتقول لي اللاترال ليجمنت اوف ذا تي ام جي، او لاترال تي ام جي ليجمنت، لاترال تمبرو مانديبولار جوينت ليجمنت. خلاص كده. طيب لو جه افترضنا ان احنا بدأنا ماشي جه هنا مثلا علم لي على، مش على اللينجولا بقى، علم لي على المانديبولار فورامين، هقول له الانفيريور الفلار نيرف. طب لو جه تحت شويه كده وعلم لي على المايلو هايويد جروف، هقول له المايلو هايويد لاين، اسف المايلو هايويد جروف فور ذا مايلو هايويد نيرف. طب لو جه نزل تحت شويه كده خالص هقول له المايلو هايويد لاين فور ذا مايلو هايويد ماسل. على فكره هي باينه، يعني هنا ده جروف انما ده لاين خط بس ماشي، هنا ده النيرف ماشي، تحت هنا ليه الماسل. لو جه فيها شويه سب لينجوال فوسا فور سب لينجوال سالفري جلاند، تحتها شويه سب مانديبولار فوسا فور سب مانديبولار سالفري جلاند. جه هنا عند الالفلر بروسيس من قدام هقول له الاوريجين بتاع الاوربيكولاريس اورس. لو جه ورا هنا عند الجزء اللي هو المولار تيف هقول الباكسينيتور ماسل اوريجين. لو جه تحت الاوبليك لاين هنا هقول له البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل انسيرشن. لو جه هنا عند المنتال فورامين هقول له المنتال نيرف اند فيزلز. وخلي بالك انه الانفيور الفلر ده ماشي كان بيمشي، بص كان بيمشي من هنا كده الفلر ده نيرف، كان بيمشي من هنا ويخش جوه الكنال ويطلع من بره منتال ماشي، يخش من هنا يخش من الكنال ويطلع من بره منتال ماشي. فالمنتال اللي بيطلع من هنا ده، المنتال اللي بيطلع من هنا ده هو التيرمينيشن بتاع الانفيريور الفلر نيرف اللي كان بيخش هنا من الفرامل. خلاص كده. طيب برضه من السبوتس اللي ممكن تيجي السوبيروجينيال تيوبيركل والانفيروجينيال تيوبيركل فور ذا جينيوجلوسس ماسل اند جينيو هايويد ماسل. يمكن كمان سبوت ممكن ان هو يجي تحت، طبعا هنا تحت بقى الجينيال تيوبيركلز على الجوانب هنا بتبقى في حاجه اسمها الدايجاستريك فوسا، والدايجاستريك فوسا دي بتبقى مخصصه للانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسل. يمكن اخذنا زمان حاجه اسمها الدايجاستريك ماسل وعرفنا انه دايجاستريك ماسل بيبقى ليها بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، وبالمناسبه دي كانت بتاخد اوريجين بتاعها كان بيبقى من الجانب الميديال من الماستوي بروسيس، حاجه اسمها الماستوي نوتش تمام كده. وطبعا كان في حاجه اسمها الانتيرو بيلي، الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ودي برضو بتيجي هنا من نوتش تسمى او فوسا تسمى الدايجاستريك فوسا، دي بتبقى منقوده برضو على المانديبول من جوه. وبالتالي لو جه في الامتحان برضو عندنا هنا سبوتين علم لي على حته اسمها الدايجاستريك فوسا كده هقول له الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسل. لو جه علم لي على المايلو هايويد لاين هقول له المايلو، هقول له المايلو هايويد ماسل، مايلو هايويد ماسل. طيب يبقى هنا اللي الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماشي في الدايجاستريك فوسا، وهنا اللي المايلو هايويد ماسل، والاثنين اوريجين ماشي، الاثنين اوريجين. طيب طبعا هنا هتلاقي هنا مجمع كل اللي الماسلز او العضلات الموجوده عندنا في اللي المانديبول، يعني مثلا ادي المايلو هايويد لاين فور ذا مايلو هايويد ماسل، وهنا ادي الجينيو جلوسس في السوبيرو جينيال تيوبيركل، وهنا ادي الانفيرور جينيال تيوبيركل فور ذا جينيو هايويد ماسل، وهنجد هنا الدايجاستريك ماسل تحديدا اللي الانتيريور بيلي اوف ذا دايجاستريك. طيب تعالى بقى ناخد بقيه الماسلز، وهي ماسلز اوف ماستيكيشن الحقيقه يعني. كمل كمل فيديو.